والآن وقفة مع أخبار المال والأعمال. بقى من الأخبار الاقتصادية بصحبة فاطمة خليل. إليك فاطمة. شكراً محمد عبدو. شكراً دينا فكري. وأهلاً بكم مشاهدينا وجولة اقتصادية جديدة. وافق رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماعه بالعاصمة الإدارية على مشروع القرار الخاص بتعديل بعض أحكام القرار رقم 87 لسنة 2022 بشأن القواعد المنفذة لأحكام قانون منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج. يأتي ذلك استجابة لما تمت إثارته من جانب بعض المصريين المقيمين بالخارج من رغبي استيراد السيارات وسعيا لمنح المزيد من التيسيرات بما يحقق الأهداف المنشودة. ونص تعديل القرار على أنه يحق للمصري الذي له إقامة قانونية سارية في الخارج استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصي معافاة من الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة طبقا لشروط والأحكام الواردة بالقانون وهذا القرار، وذلك مقابل سداد المبلغ النقدي المستحق والمحدد وفقا لفئة السيارة بجداول محددة يحول من الخارج لصالح وزارة المالية في الحساب المصرفي المنصوص عليه بالمادة الرابعة من هذا القرار، بالإضافة إلى كشف الحساب البنكي المنصوص عليه بالمادة رقم 4 من هذا القرار. وقعت شركة إبدأ الذراع التنفيذي للمبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية عقد اتفاق مساهمين مع إحدى الشركات التابعة لمجموعة كوبرسي الإسبانية العالمية، وذلك لإنشاء أول مصنع لتصنيع صمام أمان الغاز في مصر. هذا وتقدر الطاقة الإنتاجية للمصنع ب 15 مليون صمام بتكلفة استثمارية تبلغ حوالي 7,600,000 دولار. تعد الشركة الإسبانية واحدة من كبرى الشركات العالمية في مجال تصنيع صمامات أمان الغاز، ومن المقرر افتتاح المصنع خلال شهر أبريل المقبل بالتعاون مع القطاع الخاص، وذلك لتعزيز دوره في توطين الصناعات الحديثة وتقليل الفجوة الاستراتيجية. في سوق المال أنهت البورصة المصرية التعاملات على ارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الثالثة على التوالي مدفوعة بمشتريات مصرية وسط تداولات مرتفعة وربح رأس المال السوقي نحو 13 مليارا و800 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 984 مليارا و744 مليون جنيه. أما على صعيد المؤشرات قفز مؤشر إي جي إكس 30 بنسبة 1.5% ليغلق عند مستوى 15378 نقطة. كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 متساوي الأوزان بنسبة 1.99% ليغلق عند مستوى 2882 نقطة. صعد مؤشر إي جي إكس 100 متساوي الأوزان بنسبة 1.64% ليغلق عند مستوى 4247 نقطة. في أسواق البترول العالمية ارتفعت أسعار النفط على خلفية اضطرابات في الإمدادات. ارتفعت العقود الأجل الخام برانت بنسبة 1.5% لتصل إلى 80 دولارا و50 سنت للبرميل. صعدت العقود الأجل الخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 1.2% مسجلة نحو 75 دولار و12 سنت. ارتفعت أسعار المازوت عالميا بنسبة 2.53% لتصل إلى 3 دولارات و10 سنتات للتر. كما صعدت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 6.35% لتسجل نحو 7 دولارات و9 سنتات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
وافقت المفوضيات الأوروبية بموجب قوانين مساعدة الدول الأعضاء على خطة ألمانية بقيمة 1,800,000,000 دولار أو يورو لدعم نشر البنية التحتية لمحطات الشحن عالية الطاقة للسيارات الكهربائية، بما يسهم في تحقيق أهداف الصفقة الأوروبية الخضراء. أكدت المفوضيات أن الخطة تهدف إلى إنشاء شبكة من البنية التحتية عالية الطاقة للمركبات الكهربائية في المناطق الحضرية والضواحي الريفية في ألمانيا من أجل تشجيع التحول نحو التنقل الكهربائي. مشاهدينا، نهاية هذه الجولة الاقتصادية، عودة مرة أخرى لدينا ومحمد لاستكمال ما تبقى من التاسعة. شكرا لك يا فاطمة.